إذا عرضت علي مقايضة استرجع غسان وتخلى عن أمير قابل 20 سنة تاني؟ كتير صعب هذا السؤال. الأم صعبت، بس بعتقد أنه بفضل غيب عن الوعي، بس صير عندي هيك خيار. بفضل أنه لا، ما بقدر أفكر بهذا الموضوع، كتير صعب. لأنه إذا بفكر بالمدة اللي عشتها وأنا عم بنتظر غسان يرجع عيدة مرة تانية، يمكن ما يكون إلي هذا الجلد ولا الصبر. صار لي سنين ناطرة رجعت غسان. أنت كمان يمكن يكون عندك أم لسه ناطرة رجعتك لهلا. بس لا تطول علينا، طلقتها. ما بقبل، بس بختار إنه يمكن الموت يمكن أرحم إنه أرجع عيد نفس المأساة مرة تانية. صعبة. رضاي عليك، كان مالي أمي لا تروح. والله العظيم أنا ما عاد فيني أتحمل أسى أكتر من هيك. والله